وانا كان الطموح ديالي صراحة، اولا كان الطموح ديالي باش نمشي نلعب في اوروبا، وكانوا عندي فرق، كانت عندي فرقة ديال ليل، وكانت عندي لانس، وكانت عندي اندرلاخت، ما تفهموش في المفاوضات. وكان عندي الاقرب اللي هو الفريق ليل الفرنسي، فريق ليل الفرنسي ما عندهمش الحق في الريكروتمون باش يجيبوا اللعابة هذا العام. وكان بالنسبة لي الخيار الأخير هو الانتقال إلى السعودية.